شوف يا حبيبي، كل البيوتي بلندر شبه بعض، راح يجيها وقت معين من كثرة الاستخدام وتنتلف وراح نتخلص من عندها. مجرد الفرق هو بالسعر وطريقة اختيارك وطريقة استخدامك. طبعا السعر يجي على حسب اسم البراند، كل ما كان البراند معروف وعليه مبيعات قوية كل ما كانت غالية، ولا هم شبه بعض بالأخير راح ينتلفون. أخذت هذه من مينيسو لأن جت وياها هذه قطعة إزالة المكياج اللي هي الميك اب إريسر مثل ما تشوفون، لأن كيوت ومشكنوة فأخذتها وياها. تمام، فلهذا الغرض يعني، مو على مود إنه حتى أخذ بيوتي بلندر من مينيسو، لا أخذتها لهذا السبب. ولا أني بالعادة أخذ هذا النوع اللي هو يجيب هذه العلب، أو مؤخرا جربت هذه العلبة اللي لونها أصفر. طبعا ليش أني جربتهم؟ لأنه أخذت بيوتي بلندر غاليات وشفت حتى تكون كلش قاسية وبالاستخدام، فجربت هذا النوع. التكنيك اللي استخدمه بتبليل البيوتي بلندر، مثلا هذه البيوتي بلندر انا راح استخدم المكياج ثاني يوم صباحا، بالليل اغسلها تماما يعني اغطسها بالمي تحت البوري مالت المي بحيث تنقع تماما ويكبر حجمها، واعصرها بشكل ممتاز واخليها بهذه العلبة واتركها على الميز تواليت، اتركها انه الصبح اجي استخدمها القى الماء كلي تتبخر من عندها وبقت رطوبه جدا بسيطه يعني شبه رطبه، بحيث تدمج لي الفونديشن بطريقه ممتازه وتخلي البشره سموذي ناعمه وما تمتص الفونديشن، واحصل على طبقه متجانسه.